أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في خدمة دروس للصف الأول متوسط، وسوف يكون موضوعنا لهذا اليوم العناصر والمركبات والمخاليط. سوف نتحدث بالتحديد عن العناصر، وسوف يقدم محدثكم الأستاذ رائد بن يوسف المالكي. سنتعلم اليوم العلاقة بين العناصر والجدول الدوري. أيضا سنتعلم مفهوم الكتلة الذرية والعدد الذري، وأيضا سوف نتعلم مفهوم النظائر في العناصر. التمهيد: تشاهد أمامك تلفاز، ولكن هذا التلفاز مما يتركب؟ إذا كما تلاحظ، تشاهد أمامك تلفاز، ولكن هذا التلفاز مما يتركب؟ التلفاز هو جهاز شائع الاستخدام، ولكنه نظام معقد، فهو مصنوع من مواد أبسط من ذلك. فكما تلاحظ، يوجد مكونات أساسية لبناء هذا التلفاز، ولذلك نقول عن هذا التلفاز أنه مصنوع من مواد أبسط، وهذه المواد كما تلاحظ بهذا الشكل تكون في النهاية هذا التلفاز، والذي نعتبره معقد في التركيب ولكنه من مواد بسيطة. نستنتج من ذلك أن المواد تقسم إلى مجموعات حسب نوع الذرات المكونة لها. فكما تلاحظ، يقوم هذا العالم بمعرفة تركيب الذرات المكونة لأي مادة، وبالتالي تصنف هذه المواد بحسب نوع الذرات المكونة لها. فقد تختلف الذرات من مادة إلى مادة أخرى، وتجتمع هذه الذرات في نفس المادة الأساسية. نأتي الآن إلى مكونات المادة. تتكون المادة في طبيعة الأمر من عدة عناصر، وهذه العناصر هي تتكون من نوع واحد من الذرات. فمثال: هذه مادة، وتلاحظ أن هذه المادة جميع ذراتها هي من نفس النوع، لكن إذا أتينا إلى مادة أخرى فسوف نجد أن هذه المادة تتكون من ذرات مختلفة. وقد نأتي إلى مادة أخرى أيضا نجد أنها تختلف عن ذرات المواد الأخرى، ولكن هي تتفق بأن الذرات التي تكون في نفس المادة تكون نفس النوع. إذا خصائص كل ذرة تكون في نفس المادة هي نفسها في جميع الذرات المكونة للمادة، ولذلك نعرف العناصر بأنها مادة تتكون من نوع واحد من الذرات المكونة لهذه المادة. توجد العناصر في الطبيعة، فكما تلاحظ يوجد في الغلاف الجوي مجموعة من العناصر كما تلاحظ في هذا الشكل. فهذه العناصر قد توجد طبيعية في الغلاف الجوي، بالإضافة أن العناصر أيضا توجد في تركيب بعض المواد المهمة للإنسان والكائنات الحية. فمثالنا هنا نجد أن هذا الماء هو عبارة عن مركب من الهيدروجين والأكسجين وذرة أخرى من الهيدروجين. إذا كما تلاحظ أن العناصر يمكن أن تجتمع لتكون مركب مهم للكائنات الحية جميعا. كما تلاحظ في هذا الشكل يوجد مجموعة من العناصر، ولكن هذه العناصر هي عبارة عن عناصر طبيعية. فمثلا هنا الأكسجين وأيضا النيتروجين والحديد والذهب والفضة والألمنيوم. هل
هذه فقط هي العناصر الموجودة في الطبيعة؟ طبعا يوجد العديد من العناصر، فهذه العناصر هي طبيعية بالإضافة إلى عناصر أخرى، ولكن تتميز هذه العناصر بتعريف العنصر أن الأكسجين هو له ذرات، تكون هذه الذرات هي عبارة من نفس النوع وتكون الأكسجين، وأيضا النيتروجين نفس الذرات مكونة لجميع المادة، وأيضا الحديد وبقية العناصر الموجودة في الطبيعة. يعرف العلماء حتى الآن تقريبا 110 عنصرا، ولكل عنصر اسم ورمز. فتلاحظ هنا النيتروجين له اسم ويختصر باسم أو لرمز N، وهذه دلالة على رمز النيتروجين. بالإضافة أنها لا تقتصر اكتشاف العلماء على العناصر الطبيعية، فالمئة والعشرة عنصرا ليست جميعها طبيعية، فاكتشف حتى الآن تقريبا 90 عنصرا طبيعيا، ولكن بقية العناصر فهي عبارة عن عناصر غير موجودة في الطبيعة، وهي عبارة عن عناصر يتم تصنيعها من خلال حقول تسمى المسرعات لإنتاج عناصر جديدة. فكما تلاحظ في الشكل، هذا هي مسرعات، كما تلاحظ يتراوح تقريبا طولها 6.3 كيلومتر، فهذه هي عبارة عن مسطحات يتم فيها تسريع العناصر لإيجاد عناصر جديدة. سنلاحظ الآن كيف يتم إنتاج العناصر. في البداية تعمل المسرعات على ضخ العناصر داخل سلسلة من الآلات التي تعمل على تسريع العناصر الموجودة لتحويلها أو لاكتشاف أو استخلاص عناصر جديدة. فنلاحظ هنا يتم ضخ الهيدروجين داخل أنبوبة، وهذه الأنبوبة تمتلئ بذرات الهيدروجين، وبعد ذلك يتم استخلاص الإلكترونات وبقاء البروتونات الخاصة بالهيدروجين، ثم بعد ذلك تنتقل عبر أنابيب هذه البروتونات للنيتروجين ذهابا إلى المسرعات الأكبر حجما. كما تلاحظ ينتقل هذا الهيدروجين عبر هذه الأنبوبة، وبعد ذلك سوف تنتقل إلى مجال آخر وهو عبارة عن حقل كهربائي يتم من خلاله تجريد الذرات الهيدروجينية من الإلكترونات لإنتاج بروتونات وتسريعها في الأول بسرعة، وبعد ذلك تنتقل هذه السرعة إلى طاقة معينة باستخدام بعض الأشياء الخارجية منها المجال المغناطيسي وغيره. فكما تلاحظ هذه البروتونات للهيدروجين بدأت تتسارع خلال الحقل وتزداد السرعة أكثر وأكثر حتى تصل إلى طاقة معينة. ماذا تشاهد الآن؟ تشاهد تزايد سرعة بروتون الخاص بالهيدروجين. بعد ذلك تنتقل البروتونات للهيدروجين إلى مجال أكبر حتى تتسارع بشكل أكبر وتجعل السرعات عالية جدا كما تلاحظ. نجد أن السرعات للبروتون الهيدروجين زادت أكثر فأكثر. هل سنكتفي بهذه السرعة؟ سوف تلاحظ الآن كيف تنتقل السرعة إلى مجال أكبر وأوسع داخل السلسلة من الآلات. لاحظ زادت السلسلة الأساسية في عملية التسريع، والهدف من ذلك هو جعل البروتون الهيدروجين يتسارع أكثر في أكثر لكي يقوم بعملية تصادمات بقوة كافية، وهذه القوة الكافية من التصادمات ينتج عنها عناصر صناعية غير مكتشفة سابقا. فكما تلاحظ هذه السرعة التي في الحقل
بدأت تتسارع حتى تنتج في النهاية عناصر اصطناعية. نأتي الآن إلى الجدول الدوري، وهو عبارة عن جدول تنظيمي يوضح ترتيب العناصر، وفيها العناصر الطبيعية والعناصر المصنعة كما تعلمنا سابقا، بالإضافة أن عدد العناصر هي تقريبا 110 عناصر، وهذه العناصر لكي يتم دراستها لابد من ترتيبها وتنظيمها في جدول يوضح خصائص كل عنصر. فتلاحظ أن الجدول يحتوي على صفوف بالإضافة إلى أعمدة بالإضافة إلى ألوان تدل على خصائص وأشكال تدل على حالات هذا العنصر. فنلاحظ الآن الأزرق، المربع الأزرق هو عبارة عن عناصر فلزية، والأخضر هي شبه فلزية، والأصفر هي لا فلزية. فكما تلاحظ أكثر نسبة من العناصر هي فلز، ويأتي بعدها اللون الأصفر لا فلزيات، وأخيرا يأتي الشبه الفلز وهي عناصر لا شبه فلزية. أيضا نلاحظ تصنف أيضا العناصر على حسب الحالات كما هي موضحة. فالشكل البالون هي عبارة عن غاز كما تلاحظ هنا، هذا دلالة على أن هذا العنصر هو غاز في حالته الطبيعية، بالإضافة إلى الشكل الآخر وهو السائل كما تلاحظ هنا، يوجد هذا العنصر سائلا في حالته الطبيعية. وأخيرا نلاحظ المادة الصلبة أو الجامدة تأخذ بهذا الشكل، وكما تلاحظ هذه بعض العناصر التي توجد في حالتها الطبيعية صلبة. وأخيرا يمكن تمييز بعض العناصر المصنعة بهذا الشكل، فكما تلاحظ هنا عناصر مصنعة تأخذ الأشكال التالية. أيضا يوجد بعض الخصائص في كل مربع يخص العنصر، فمثلا هنا نلاحظ هذا هو اسم العنصر هيدروجين، بالإضافة إلى رقم يعلو الرمز وهو العدد الذري، بالإضافة إلى أن العنصر يختصر باسم أو يختصر اسمه برمز كما تلاحظ هيدروجين اختصر ب H، وأخيرا يوضع رقم في الأسفل وهو الكتلة الذرية. إذا هذه جدول مواصفات كل عنصر، ويختلف من عنصر إلى عنصر آخر. أيضا يتميز الجدول الدوري بصفوف وأعمدة كما تلاحظ هنا، أعمدة من الرقم 1 حتى العمود رقم 18، وأيضا صفوف يبدأ من رقم 1 وينتهي برقم 7، إذا 7 صفوف و18 عمودا. وزعت هذه الصفوف والأعمدة على حسب خصائص كل نوع من أنواع العناصر. فلنبدأ بالصفوف، فتلاحظ لدينا 7 صفوف، وتسمى هذه الصفوف بالدورات. إذا الجدول الدوري يوجد لديه 7 دورات، تحوي في كل دورة أو في كل صف مجموعة من العناصر، وهذه العناصر تكون متساوية في عدد مستويات الطاقة. وأيضا يوجد لدينا أعمدة وهي 18 عمود، وتسمى مجموعات، وتتميز عناصر المجموعة الواحدة بأنها لها خصائص كيميائية متشابهة بسبب تركيبها. كما تلاحظ هنا أيضا يوجد عناصر في الأسفل، ولكن موقعها الحقيقي في الجدول الدوري هو في هذا المكان، ولكن تم نقلها إلى الأسفل لتوفير المكان حتى يتسنى لنا رؤية الجدول الدوري بجميع عناصره كاملة. تقويم: العنصر مادة تتكون من نوعين من الذرات، هل هذا صحيح أم خاطئ؟ إذا الإجابة خاطئة. إذا الإجابة الصحيحة أن العناصر
مادة تتكون من نوع واحد وليس نوعين من الذرات. نأتي لسؤال آخر، مسرعات الجسيمات، تقنيات تسمح للجسيمات بالتسارع إلى سرعات عالية لإنتاج عناصر، هل هي طبيعية أم عناصر صناعية أم كلاهما؟ إذا ما هي الإجابة الصحيحة؟ إذا الإجابة الصحيحة هي لإنتاج عناصر صناعية. نأتي الآن إلى ما تكلمنا إليه سابقا من خلال وصف للجدول الدوري. لاحظنا في الجدول الدوري يوجد أرقام ودلائل ذكرناها سابقا، ولكن يوجد رقم في الأعلى تطرقنا إليه وهو العدد الذري. يا ترى ما هو العدد الذري؟ إن العدد الذري هو عدد البروتونات في نواة الذرة. فعدد البروتونات للعنصر أو للعناصر تختلف بحسب نوع العنصر، فكما تلاحظ الرقم 17 للكلور عدده الذري هو 17، وتفسيرا لرقم 17 أو بمعنى العدد الذري هو عدد البروتونات في نواة الذرة. كما تعلمون أعزائي الطلاب والطالبات أن ذرة أي مادة تحتوي بداخلها على نواة، وهذه النواة تكون بداخلها بروتونات بالإضافة للنيوترونات، ولكن هذا الرقم أو العدد الذري هو عدد فقط البروتونات داخل النواة. نأتي الآن إلى ما يسمى بالنظائر. من خلال ما تشاهد يوجد ثلاثة نظائر، ولكن سؤالي هنا، ما هو الثابت في النظائر وما هو المتغير في النظائر؟ كما تلاحظ أن هذه الثلاثة أشكال هي عبارة عن نظائر لعنصر الهيدروجين، ولكن أيضا تلاحظ أن النظير الأول يختلف على النظير الآخر والنظير الآخر أيضا. فكما تلاحظ أن البروتون للنظير الأول هو واحد، أما النظير الآخر فهو بروتون واحد، وأيضا البروتون في النظير الثالث هو واحد. إذا البروتون ثابت لجميع النظائر للعنصر الواحد، ولكن المتغير هو عدد النيترون. فكما تلاحظ هنا لا يوجد نيترونات بينما يوجد بروتون، هنا يوجد بروتون ويوجد نيترون، وهنا يوجد بروتون ويوجد أيضا اثنان من البروتون معهما. ولذلك نستطيع أن نستنتج أن النظائر للهيدروجين، فكما تلاحظ هذا هو النظير وهو نظير الهيدروجين ويسمى بروتيوم، وأيضا هذا النظير الآخر ويسمى ديتيريوم، وأيضا هذا النظير الآخر للهيدروجين يسمى تريتيوم، وهو من النظائر الهيدروجين. كما تلاحظ هنا العدد الكتلي يساوي عدد البروتون وهو واحد بالإضافة إلى صفر، وهذا دلالة على أنه لا يوجد لديه نيترون. أيضا النظير الآخر وهو عدد الكتلة يساوي أو الكتلي يساوي واحد زائد واحد، وهذا واحد يدل على بروتون زائدا واحد نيترون. أما الآخر عدد الكتلي فيساوي واحد بروتون زائدا اثنان من نيترون. وكما تلاحظ العدد الكتلي دائما هو مجموع النيترونات والبروتونات معا، وهذا ما سنتعلمه الآن من خلال الصفحة اللاحقة. يسمى العدد الكتلي لأي نظائر العنصر يساوي عدد البروتونات زائدا عدد النيوترونات. إذا العدد الكتلي هو دائما عدد البروتونات زائدا عدد النيوترونات. أيضا نأتي لخاصية أخرى للعناصر،
فكما تلاحظ أيضا يوجد رقم في الأسفل في الجدول الدوري لكل عنصر، وهو عبارة عن الكتلة الذرية. يا ترى ما هي الكتلة الذرية؟ إن الكتلة الذرية في حقيقة الأمر هي عبارة عن متوسط كتل النظائر للعنصر الواحد. إذن كما لاحظنا سابقا أن العنصر الواحد قد يأتي نظائر له، ولكن كيف أستطيع أن أحدد الكتلة الذرية له؟ وذلك من خلال ما يسمى أو ما نقوم به في حساب متوسط الكتل للنظائر، ودائما يوضع له وحدة وتسمى وحدة كتلة ذرية، وتسمى بهذا الاختصار واو كاف ذال. إذن الكتلة الذرية متوسط كتل النظائر للعنصر الواحد. كما تلاحظون الآن يوجد لدينا نظائر لعنصر الكلور 37 والكلور 35. يوجد الكلور بحالة نظيرين، بحيث يكون 37 و35، ولكن 37 أو نظير 37 كلور يشكل 24.2%، و35 يشكل 75.8. وبذلك أستطيع من خلال هذه النسب وتحديد 37 و35 كلور، يستطيع من خلالها إيجاد متوسط كتل النظائر في هذا الكلور. فنلاحظ هنا لدينا نظيرين للكلور 37 و35، أستطيع من خلال الحسابات أن أجد متوسط كتل النظائر لهذا العنصر. نأتي الآن إلى تطبيق الرياضيات. العدد الكتلي لذرة الصوديوم 23، ما عدد النيترونات في نواة هذه الذرة؟ كما تلاحظ تم إعطائي العدد الكتلي لذرة الصوديوم ويريد عدد النيترونات. كيف أستطيع أن أحصل على عدد النيترونات من خلال العدد الكتلي؟ إذن هو المطلوب عدد النيترونات. يوجد علاقة بين العدد الكتلي وعدد النيترونات. كما تلاحظ الآن في البداية نقوم بالرجوع إلى الجدول الدوري لكي نستفيد من عدد الذري. لماذا نحتاج العدد الذري؟ لأنه تعلمنا سابقا أن العدد الذري دائما يساوي عدد البروتونات لنفس العنصر، وبالتالي أستطيع أن أجد عدد البروتونات. فكما تلاحظ بالبحث في الجدول الدوري للعناصر نجد أن عدد البروتونات في نواة ذرة الصوديوم 11 بروتونا، وبذلك أستطيع أن أخذ هذا الرقم وأستفيد منه لإيجاد النيترونات. كيف أستفيد من ذلك؟ نلاحظ الآن من خلال العلاقة التي تكلمنا عنها سابقا أن العدد الكتلي يساوي عدد البروتونات زائدا عدد النيترونات. ممتاز. إذن الآن يوجد لدينا هذه المعادلة، وهذا العدد الكتلي موجود لدينا في السؤال، وعدد البروتونات موجود لدينا في الجدول الدوري أخذناه من الرقم الأعلى للعنصر. تبقى لدينا في المعادلة أو في القانون فقط إيجاد عدد النيترونات من خلال معرفة البروتونات عددها وعدد الكتلي. نأتي الآن إلى حل هذه المسألة أو حل هذه المعادلة. ينتقل الرقم 11 إلى 23 ويتحول إشارة إلى السالب، وبالتالي يصبح عندنا 23 ناقص 11 ويساوي 12 نيترونا، وبالتالي استطعت أن أجد عدد النيترونات التي يحتوي عليها صوديوم الذي يكون عدده 23، عدده الكتلي 23، وبالتالي وجدنا النتيجة هي 12 نيترونا. تقويم: العدد الذري يمثل عدد البروتونات في نواة الذرة، هل هذه صحيحة أم خاطئة؟ إذا الإجابة صحيحة، العدد الذري دائما يساوي عدد البروتونات في نواة الذرة. نأتي الآن إلى تقويم ختامي.
ضع الرقم في المكان الصحيح. 1، النظائر نريد أن نقرنها أو نربطها بالإجابة الصحيحة من العمود الآخر. هل النظائر هي مجموع عدد البروتونات وعدد النيترونات في نواة الذرة، أم أنها ذرات العنصر نفسه ولها عدد البروتونات نفسه ولكنها تختلف في عدد النيوترونات، أم أنها متوسط كتل النظائر للعنصر الواحد؟ إذا ما هي الإجابة الصحيحة؟ الإجابة الصحيحة دائما النظائر هي ذرات العنصر نفسه ولها عدد البروتونات نفسه ولكنها تختلف في عدد النيترونات. نأتي لرقم 2، العدد الكتلي هل هو مجموع البروتونات وعدد النيترونات في نواة الذرة، أم أنه متوسط كتل النظائر للعنصر الواحد؟ إذا العدد الكتلي هو مجموع عدد البروتونات وعدد النيترونات في نواة الذرة. دعونا نتكلم عن الفقرة الغير مدرجة لدينا أو لم نستطيع إدراجها لأي من الخيارين. ما هو متوسط كتل النظائر للعنصر الواحد؟ ماذا يسمى؟ يسمى الكتلة الذرية. تعلمنا اليوم العناصر، ذكرنا مفهوم العناصر وقلنا أنها مادة تتكون من نوع واحد من الذرات، وبعد ذلك قمنا بعرض بعض العناصر الموجودة طبيعيا، وأيضا تكلمنا عن العناصر التي يتم تصنيعها عن طريق المسرعات وتحدثنا عن آلية عمل هذه المسرعات. بالإضافة لذلك تكلمنا عن الجدول الدوري. ما مفهوم الجدول الدوري؟ ذكرنا أنه هو عبارة عن جدول يقوم بترتيب العناصر بحسب خصائصها. بالإضافة تكلمنا عن خصائص الجدول الدوري وقلنا أنه يحتوي على بعض الرموز الدالة على حالة المادة ونوع المادة، وأيضا تكلمنا على أنها تحتوي على صفوف وأعمدة، فالصفوف تسمى دورات وأما الأعمدة تسمى مجموعات. أيضا تكلمنا عن خصائص العناصر، ذكرنا أن عدد البروتونات عن عدد البروتونات والنيترونات، تكلمنا عن النظائر وقلنا أن النظائر هو ذرات العنصر نفسه ولها عدد البروتونات نفسه ولكن تختلف في عدد النيترونات، تكلمنا على العدد الكتلي وقلنا العدد الكتلي هو عبارة عن مجموع عدد البروتونات بالإضافة إلى عدد النيترونات، وأخيرا تكلمنا على الكتلة الذرية وقلنا أنها متوسط كتل النظائر للعنصر الواحد. المراجع: كتاب العلوم أول متوسط، الفصل الدراسي الأول، طبعة الأمريكان، وبعض المراجع الأخرى. للتواصل أو لمزيد من الدروس يمكنك زيارة الموقع عين، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعية، أو من خلال الرقم الموضح أمامك. وصلنا إلى نهاية الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.